دائما ما يخبرنا والدينا بأننا أشخاص مميزون وفريدون من نوعنا، خصوصا في مرحلة الطفولة، لمساعدتنا على زيادة ثقتنا بأنفسنا. ولكننا اليوم سنقدم لكم مجموعة حقيقية تماما من الأطفال غير العاديين. إليكم أكثر 10 أطفال مميزين وفريدين في العالم. طفلة الثلج ناريانا، فتاة بيضاء ذات شعر أشقر ميال إلى البياض وبشرة خزفية لدرجة أنها تسمى بشرة سنو وايت. تتهافت عليها وكالات الإعلان من أجل أن تعمل معها من العمر 9 سنوات، وقد وصفتها العديد من التقارير الصحفية بأنها فتاة شقراء بشكل مثير للانتباه. وقد رفضت والدتها أن تعمل ابنتها أمام الكاميرات في ذلك التوقيت، ووفقاً لوالديها ناريانا هي أول فتاة بيضاء في العائلة. وقالت والدتها إلينا أن ابنتها تبدو مهتمة بالعمل أمام الكاميرات، ولكنهم يحاولون جعلها تركز أكثر على هوايات الطفولة المعتادة كالرقص والرسم. ميليانا وورثي أم تورث ابنتها وحمة بالشعر فريدة من نوعها، لتمثل تلك الابنة بتلك الوحمة الفريدة الجيل الرابع في تلك العائلة التي تحمل وحمة في مقدمة الشعر على شكل دائرة من الشعر الأبيض اللون. ولدت ميليانا بجين وراثي رائع لا يصدق، ورثته عن أمها ذات وحمة الشعر الأبيض. الأم برايانا وابنتها ميليانا ولدا كلاهما ببقعة بيضاء في الجزء الأمامي من الشعر على شكل صينية مستديرة بسبب فقدان المادة الصبغية في منطقة معينة من فروة الرأس، نادرا ما يحدث. والغريب في الأمر أن ميليانا تعد بالفعل الجيل الرابع في العائلة لتلك العلامة المميزة، حيث أن تلك الوحمة موجودة أيضا لدى جدتها وكذلك جدتها الكبرى. مادين هامفريز الصبي الصغير الذي لم يعامل برحمة بسبب عينيه الملونتين المختلفتين عن بعضهما وشفته المشقوقة، والذي تمكن من العثور على حيوان أليف له نفس تلك السمات النادرة بالضبط. مادين هامفريز الصبي البالغ من العمر 7 سنوات كان دوما محط سخرية من قبل زملائه في الدراسة، مما جعله يشعر بالعزلة والوحدة. كل ذلك بسبب إصابة مادن بحالة طبية تدعى هيتروتشوميا إيريديوم، مما جعل مادن يتخذ حيوانا أليفا ليصبح أفضل أصدقائه. تلك الحالة نادرة للغاية، حيث أن نسبة المصابين بها لم تتجاوز 1% في العالم بأسره. وبالإضافة إلى الشفة المشقوقة، يصبح مادن هو أكثر الحالات ندرة في العالم. شارلوت غارسايد عندما ولدت شارلوت غارسايد كانت تزن نصف كيلو فقط وطولها حوالي 25 سنتيمتر، وتلك الحالة نادرة للغاية لدرجة أن الأطباء عجزوا عن تسميتها واكتفوا بوصفها على أنها حالة نادرة جدا من حالات التقزم. وبسبب تلك الظروف لم يكن متوقعا لها أن تبقى على قيد الحياة لعدة شهور حتى، ولكنها الآن تحتفل بعيد ميلادها 6 ولا زالت تحارب من أجل البقاء بمساعدة والديها اللذين لديهم 3 أبناء آخرين. شارلوت ترتدي ملابس الدمى لأنها لم تتمكن من ارتداء ملابس الأطفال في عمر الشهور الأولى، إلا أنها للأسف بسبب تلك الحالة النادرة تعاني من تأخر ذهني عن الأطفال في مثل عمرها. لكن الأمر الواضح أن تلك الفتاة ستتجاوز أي صعاب ستقابلها في المستقبل، خصوصا بعد أن بلغ طولها الآن 70 سنتيمتر وبدأت بارتداء ملابس الأطفال حديثي الولادة. لكن هذا لا يمنع والديها من القلق الدائم حول مستقبل ابنتهم. موين باتشونايف صبي يبلغ من العمر 11 عاما، لديه رموشا يبلغ طولها حوالي 2 بوصة، فقد كانت رموشه تلامس شفتيه عندما كان رضيعا. عندما ولد موينا سمع كل من بالمستشفى عنه، حتى اشتهر بشعره الطويل للغاية ورموشه التي كانت متدلية على خديه. ووفقا لما قاله موينا فإن تلك الرموش الطويلة لا تضايقه على الإطلاق، ولكن ما يضايقه هو جذب انتباه من حوله بسببها. ذلك الشاب الذي يعيش في موسكو يعيش بأريحية مع أطول رموش في العالم. آفا كلارك عندما ولدت كان من الواضح أنها ستكون فتاة مميزة للغاية بعيون زرقاء مخضرة زاهية وشعرا أشقرا وبشرة بيضاء. هذا أمر غير عادي لأن والديها كانا سود اللون بعيون بنية شاحبة، وبسبب جمالها دخلت قلوب الجميع إلى أن أصبحت واحدة من أشهر العارضات ونالت شهرة واسعة على إنستغرام.
الغريب حول هذا الجمال غير العادي أنه عبارة عن مرض وراثي أفقد الطفلة جزءاً كبيراً من نظرها، لكنها بارتداء النظارات تمكنت من الحصول على العمل الجيد والذهاب إلى المدرسة كأي طفل عادي. إليس تان روبرتس. إليس فتاة رائعة ليس بسبب مظهرها الجسدي، ولكن بسبب ذكائها الفائق والملحوظ والذي يصل معدله إلى 156 نقطة، وبذلك تمكنت إليس من أن تكون أصغر عضو في منظمة مينسا العالمية التي لا تقبل من هم دون معدل 98% في اختبارات الذكاء، وتقبل فقط من هم أكبر من 10 أعوام، لكنهم استثنوا إليس روبرتس الطفلة الفذة التي نطقت بأول كلمات وهي في عمر 5 شهور فقط، وفي عمر 2 تمكنت من حفظ مجموعة من عواصم العالم. جير إيجالانا. مصورة من نيجيريا تدعى موفي بامويوا قامت بنشر صورة لفتاة تبلغ من العمر 5 أعوام تدعى جير لتحصل تلك الصورة على أكبر عدد من المعجبين، والذي لم تحصل عليه موفي من قبل. وقد اعتبر معجبي تلك الطفلة أنها أجمل طفلة في العالم، ولكن بعد فترة وجيزة تمت مهاجمتها من قبل مشككين اعتبروا أن الصورة قامت المصورة بالتعديل عليها لتبدو بذلك الجمال، لذا يراها البعض مجرد فتاة عادية في حين يراها آخرون مثل الملائكة. جون كريس كايل كيورانتي. في مدينة سيبو الفلبينية ولد جون كريس كايل بحالة نادرة والتي تعطيه المزيد من الأسنان أكثر من عدد أسنان الشخص العادي. بسبب الظروف المادية المتواضعة لوالدته لم تكن معتادة على المتابعة لدى الأطباء كما يفعل الآباء مع أبنائهم، ولكنها عندما لاحظت بالصدفة وهو في الصف الرابع أن لديه أسنان إضافية تخرج من اللثة قامت بتوفير المال اللازم لتذهب به إلى طبيب الأسنان، وهناك اكتشفوا أن جون لديه حوالي 300 سن، أي أضعاف عدد أسنان الشخص العادي. ومنذ ذلك الوقت يخضع جون لعمليات جراحية لإزالة تلك الأسنان الإضافية من فمه قبل أن يتقدم في السن وتتفاقم تلك المشكلة. وقد قال الأطباء القائمون على حالته بأن إزالة تلك الأسنان الإضافية سوف تستغرق 8 عمليات جراحية، لكن جون على الرغم من كل تلك العمليات لا يزال متفوقا في دراسته وسعيدا وإيجابيا. شهات كومار. فتاة هندية تدعى شهات كومار لديها شهية غير طبيعية للطعام. في عمر 8 أشهر كانت تزن تلك الفتاة أكثر من 17 كيلوغرام، ويعتقد والديها أن الله هو المسؤول عن تلك الشهية غير الصحية لابنتهما. الفتاة مستمرة في اكتساب الوزن الزائد ووالديها يقفا عاجزين عن منعها من تناول الوجبات التي تتجاوز 4 أضعاف وجبات الشخص البالغ، والأطباء ما زالوا قلقون حيال رغبة الفتاة المستمرة في تناول الطعام، ولكن الفتاة لا تأبه لذلك ولا زالت تطلب المزيد من الطعام.